السلام عليكم. اليوم غنتعرفوا على أداة لغلق النوافذ القابلة للفتح بالجذب. طبيعة الحال هاد الأداة هي أداة تعتمد على غلق هاد النوافذ سيري أوفران بطريقة ديال بيفو ربع دائرة. تعرفوا على الأكسسوار اللي كتوفر عليها. بيان سور هاد القطع هي اللي كتحكمنا في العلو ديال الكروشي هذا اللي كنشوفو قدامنا باش انه نتحكموا في العلو ديالو باش نفتحوه بالبيفو. طبيعة الحال كنجمعوا هاد القطع البلاستيكية طبيعة الحال هي كتحكمنا كي قلنا في العلو. القطعة الاخرى اللي فيها الكروشي كنحطوها فوق منها. بيان سور كاين هناك ثقوب اللي كندخلوا فيها لي فيس. الملحوظة بالنسبة للي فيس هما دي فيس اللي يقدروا يكونوا ماشي خاصين بالالومنيوم. حنا كنعرفوا لي فيس خاصين بالالومنيوم. نوضعوا الغطاء البلاستيكي باش نضرقوا او نغطيوا هاد الرؤوس ديال لي فيس. نفس العمليه كذلك كنديروا الفيساج ديال لي فيس في الالومنيوم. كنوضعوا في المكان ديالهم هنا كنحضر على ان الفيساج يكون ببطء. كذلك كنوضعوا واحد الغطاء اللي هو غطاء بلاستيكي اللي كيغطي هاد لي فيس. النتيجه النهائيه هي اللي قدامكم بهاد البيفوتاج. البيفو يعني صافو دير بشكل محوري عكس عقارب اتجاه الساعه وكذلك على حسب اتجاه التركيب. بعض الاحيان نقدر نديروه بشكل مقلوب. من العيوب اللي نقدر نقول بانه هاد الاداه ديال الفتح ولا الاكسسوار على انها كتعاب عليها لانها في الفيساج ديالها مع كثره الاستعمال الفتح والاغلاق كتخرج من المكان ديالها وكتلاحظوا بانها كتحرك وكتكون غير ثابته في المكان ديالها. فهذه من العيوب ديالها. كذلك عندها واحد الفيس اللي كيقدر على انه يقلب لنا الاتجاه يقدر يغوش دروات عكس اتجاه عقرب الساعه ولا مع عكس فقط كنفتحوا هذا الفيس وكنقلبوه وكيعطينا النتيجه اللي بغينا. كنشكركم على انتباهكم والحسن مقبول بحول الله.